سارة. منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا مدام دعاء؟ أهلا يا منال، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضلي، هو معاكي. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ربنا يخليك. دلوقتي حضرتك أنا عندي مشكلة. أيوه، انا متزوجه. حضرتك صوتي واضح؟ انا سامع حضرتك يا فندم، اتفضلي. سامع حضرتك. انا متزوجه من حوالي سنه ونص. وجوزي يعني اصغر مني بحوالي 13 سنه. اصغر منك ب 13 سنه؟ طب انت حضرتك عندك كام سنه، هو كام سنه يا فندم؟ معلش. انا عندي حوالي 37 وهو عنده 24. طب تمام، اتفضلي. وانت سبق ليكي الجواز قبل كده؟ أيوة، كنت لسه هسأل. انا ما انا كنت لسه هقول. انا كنت متزوجه قبل كده وانفصلت وعندي طفل، وقعدت 9 سنين مطلقه وكنت رافضه الجواز. تمام. وبعدين يعني حصل تآلف بينا في الارواح يعني، وتقارب في وجهات النظر يعني، احنا ارتحنا لبعض. تمام. هو عرض عليا الجواز. انا بصراحه في الاول ما كنتش مستوعبه الموضوع يعني، بس بصراحة ربنا يعني لما لقيته يعني متمسك بيا وتفكيره يعني وشخصيته عجبوني بصراحة، ان هو مش بيفكر زي المجتمع اللي احنا فيه. انا مش قصدي ان انا عايز في حاجة يعني، هي عادات وتقاليد احنا تربينا عليها. تمام. وحضرتك يعني عارفة، وحضرتك يعني فضيلة الشيخ عارف، ان احنا مجتمعنا بيرفض فكرة الزوجة تبقى اكبر من زوجها. طيب ايه المشكلة بقى؟ احكي يعني، ادخلي في الموضوع كده. المشكلة إيه؟ معلش انا اسفة ان انا طولت يعني. مفيش حاجة. هي المشكلة كلها ان هو بصراحة ربنا يعني هو خاف لحسن يروح يقول للاهل واهله يعني يرفضوا. فتجوزته في السر؟ اتجوزنا في السر. طيب كتبتوا رسمي يا فندم؟ كتبنا رسمي عند مأذون وشهود، وانا بلغت اهلي. اهلك كلهم يعرفوا؟ اهلك عارفين؟ اهلي عارفين. وهو بيشتغل وبيصرف عليكي ولا؟ هو للاسف يعني هو كان اخر سنه في الجامعه بكالوريوس هندسه. ان شاء الله. والمشكلة ان هو يعني كان فاضل له سنة واحدة بس في الدراسة. فيعني انا عشان وضعي كمطلقة كان هيبقى صعب بالنسبة لنا ان احنا نفضل مرتبطين سنة او اكتر من سنة. ان احنا يعني نفضل مرتبطين وما من غير جواز يعني. ارتباط رسمي. فاحنا عفينا نفسنا يعني. وتزوجنا في السر. طيب ايه السؤال بقى؟ قلنا لحد بس ما يعني ما يعدي فترة الجامعة. السؤال ان اهله عرفوا. يعني اهله عرفوا، عملوا مشكله، قلبوا الدنيا طبعا، قلبين الدنيا طبعا، وضغطين عليه وعايزين، هم طالبين منه هو يطلقني. هم عايزين ان هو يطلقني، ومصرين دلوقتي ان هو يطلقني، ومش قابلين فكره الدين والشرع. استغفر الله العظيم يعني. يعني قصه ان احنا يعني انا قلت لهم ان احنا يعني عفينا نفسنا وان احنا ما عملناش. طيب هو ايه بقى ايه موقفه هو دلوقتي؟ هو متمسك بيا بصراحه. طب استاذنك يا فندم، انا ليا سؤال سريعا ممكن؟ اتفضل. حضرتك اتعرفتوا على بعض ازاي؟ احنا قرايب اصلا، احنا عيله واحده. هو بابا يبقى ابن خالتي. طيب هو بقى هيشتغل ولا اشتغل ولا لسه؟ هو بيدور على شغل، بس هو المشكله مين بيصرف عليكم؟ مين بيصرف؟ هو يعني احنا كنا عاملين مشروع كده صغير، هو بيزنس يعني، كان داخل فيه مع واحد صاحبه. وكان دخله يعني الحمد لله كان مكفينا الى حد ما، وكان برضو يعني اهله كانوا بيدوا له فلوس. كانوا بيبعتوا له مصروف شهري، لان هم اهله اصلا مسافرين بره. فكانوا بيبعتوا له فلوس. طيب انت شايفه ان في مستقبل للعلاقه دي يا منال؟ احنا متفاهمين جدا ومرتاحين مع بعض، والفرق اللي بيننا ده احنا مش حاسين بيه اصلا. طب في حمل؟ طيب لا، في مفيش حمل، مش كده؟ لا مفيش حمل. لا طيب. متفقين على هذا؟ انتوا متفقتوا على كده؟ احنا اجلنا الموضوع شويه، قلنا لحد بس ما تعدي السنه بتاعه. طيب. الجامعه ويتخرج والدنيا. انت سؤالك ايه بالظبط بقى بالتحديد عشان الوقت؟ هو دلوقتي يعني هو دلوقتي محطوط في موقف صعب. هو دلوقتي هم يعني رافضين طبعا كل الحلول غير حل الطلاق. وهو متمسك بيا وهم. طيب. مقطعين. السؤال ايه بقى؟ السؤال هو يعمل ايه؟ احنا. طيب. نعمل ايه؟ وهو يعني يرضيهم ازاي؟ شكرا ليكي، شكرا ليكي يا منال. بص يا فندم، بكل بساطه بكل وضوح، اسلامنا
لم يحدد سن للزواج سواء الزوجة أو سواء الزوج. وسيدنا النبي القدوة والأسوة تزوج من كانت هي الأكبر منه وتزوج من كانت الأصغر منه جدا، فتزوج الأكبر منه جدا ستنا خديجة رضي الله عنها وكانت الزوجة الأولى، النبي 25 هي 40، ستنا عائشة تزوجها النبي صغيرة جدا وهو كان كبير جدا. فأنا اتجوز بقى الرجل يتجوز الأكبر الأصغر، سيبوا الناس يحبوا بعض وسيبوا الناس يتجوزوا، والراجل ما عملش غلط الراجل اتجوز، ولا البنت دي عملت غلط البنت اتجوزت. فالإسلام لم يحدد سن، إنما الإسلام حدد التكافؤ، طالما في تفاهم وفي تكافؤ وفي ترابط وفي ود خلاص ما فيش أدنى مشكلة بكل بساطة. يعني طبعا الأهل احنا برضو لازم نقول إنه أهله اتخضوا إنه اتجوز من وراهم، هو لسه صغير عنده 24 سنة في السر، هو لسه شاب أمه عايزة تفرح بيه، هو في السر بالنسبة يعني لأهله الفكر في السر بالنسبه لاهله. طب ما دي حاجه كبيره وحاجه مهمه. المحور بقى المحور يعني هنا يعني هم طبعا عندهم حق يزعلوا، عندهم طبعا، والحركه دي مش حلوه انه يبقى لسه بيدرس اخر سنه في الجامعه ويجري يتجوز من وراهم. قالت نقطه محوريه مهمه، اهله بره وسايبينه هنا لوحده، ما هي دي فمفيش رقابه. فطبعا هو لازم يسترضي اهله فضيله الشيخ ويحاول. وهي كانت البنت توقفت شويه واهلها لحد ما ياتوا البيوت من ابوابها بصراحه، يعني ده كنت شايف كده. الا طالما اتجوزوا بقى يبقى احنا امر واقع وامر حلال خلاص، وزوجك اللي هو على اللي انت عايزاه دلوقتي هو اللي يحل المشكله مش انت. صحيح، بس بادب برضه وهدوء. صحيح.